بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، خامس أشواطنا ينطلق على حضراتكم في هذه الأشواط. وفي هذا الشوط نتقدم مع الصدارة هذا الشوط. ما شاء الله شوط الجعدان، اندفاعات قوية ومميزة نحو المراكز الأولى المتقدمة مباشرة مع المركز الأول هنا مع صدارة هذا الشوط المتواجد بشعارات قادمة للمنافسة هناك بشعار ناصر بن مسعود الدويكي على المركز الأول. هنا شوط الإبكار، عفوا هذا الشوط شوط الإبكار المركز الثاني بشعار حمودة بن علي الوهيبي، لكن القادم على المركز الثالث الشاهينية علي بن حمد المالكي على المركز الثالث والمركز الرابع الوصول والتقدم أيضا من قبل وفاء محمد بن سالم المسعودي. لكن ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، تدخلات من المراكز الخلفية بدأت في الأوان الأخيرة، تقدمت هذه الذلول على المركز الأول بشعار بن غدير على المركز الأول حمد بن غدير الوهيبي، من يقدم لنا هذه النوعية المميزة اللي فاجأتنا وتدخلت سريع نحو المركز الأول. لكن المسعودي من الجانب الآخر تقدم على الصدارة على المركز الأول على صدارة هذا الشوط الجميل. وفاء محمد بن سالم المسعودي تقدم نحو الصدارة هذا الشوط. الله الله يا هذا التحدي الجميل على صدارة هذا الشوط، من بعدت عن الكل راحت نحو الصدارة نحو العرش المركز الأول وأيضا المركز المطلوب. تهانينا والناموس لمحمد بن سالم المسعودي من يقدم لنا هذه الذلول. وفاء من تحقق الناموس والانتصار المركز الثاني كان بشعار حمد بن غدي الوهيب المركز الثالث، ثالث المراكز هناك بشعار علي بن عوض البلوشي على المركز الثالث. والتوقيت الزمني دقيقتين وثلاث، توقيت مميز ويتحطم تحت أقدام هذا الشوط. تهانينا والناموس.